للحديث أكثر عن استمرار تظاهرات الطلاب في عدد من مدن ومناطق كردستان العراق لليوم الثاني على التوالي، ينضم إلينا عبر الهاتف من السليمانية الناشط السياسي أبو بكر كارواني. أهلا بك معنا سيد أبو بكر. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد أبو بكر. يعني كما تعلم، شهدت محافظة السليمانية لليوم الرابع على التوالي تظاهرات احتجاجية لآلاف الطلاب تنديدا بالوضع الاقتصادي. لو تطلعنا كيف تبدو الأوضاع في باقي محافظات كردستان العراق؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. اندلعت المظاهرات الطلابية تقريبا قبل 4 أيام في السليمانية، وخاصة في جامعة السليمانية، وبعد أن انتشرت إلى جامعات أخرى حول السليمانية، جامعة حلب، جامعة الرنج، كوسنجاق، وإن تبدأ إلى جامعة أربيل وإلى حد ما جامعة تهوك، ولكن بصورة أقل. المظاهرات تقريبا تركزت في منطقة السليمانية بصورة منطقة عادية بصورة مركزة وكويا، ولكن هناك تظاهرات أيضا في العاصمة في كردستان العراق أربيل، ولكن بصورة أقل. اليوم الرابع أو اليوم الخامس الأوضاع تقريبا شبه هادئة. المظاهرات تم السيطرة على الوضع أمنيا، ولم تكن هناك مظاهرات الآن في السليمانية ومحاولها. بالنسبة لقوات الأمن، كيف تعاملت مع هذه التظاهرات؟ تعاملت القوات الأمن تقريبا، هناك فعاليات مدنية، يعني شرطة فعاليات مدنية تعاملت مع الطلاب عن طريق الغاز المسيل للدموع، فروات المياه، واستعمال الأدوية بس، ولكن هناك ضربة رمزية مستفزة للشعور الطلابي والمدني في كردستان من قبل أحد ضباط آسايش في كردستان عن طريق استعمال الأخوية لضرب أحد الطلاب، وجبه بقفز شعبي عارم من قبل جميع الشعوب الشعبية. وتم الوعد من قبل نائب رئيس الحكومة السيد قباط الطالداني باعتقاله، وأعلن بعد ذلك تم اعتقاله ويجب أن يحاكم على فعله. واليوم تحرك المدعي العام السليمانية الدعوة الجزائية باسم المجتمع على هذا الظالم وعلى آخر الذي اعتدى على أحد الطلاب الآخرين. طيب، هذا التعامل العنيف مع المظاهرات والاحتجاجات الطلابية بماذا تفسره سيد أبو بكر؟ يعني هناك أسباب عديدة، يعني هناك عدم تأهيل كافي للقوات الأمنية وخاصة لشرطة النشاطات المدنية، والقوات الأمنية على استيعاب مثل هذه الخطوات أو النشاطات مدنيا، وهناك اختلاط بين العمل السياسي أو الحساسيات السياسية التقليدية والمظاهرات المطلبية للطلاب، أي تدخل على الخط أناس سياسيين آخرين وتدخلون في مظاهرات الطلاب وتحرقون المباني العامة والممتلكات العامة وتحرقون مقر الأحزاب والمباني الحكومية. عند ذلك يبرر للجانب الأمني أن تستعمل بعض القوى ضد بعض المتظاهرين، ولكن غير المتظاهرين المدنيين الآمنين الذين يمثلون طلاب الجامعات والمعاهد في إقليم كردستان. إذا هناك عدم تأهيل كامل، هناك نقص في الشرعية، وهناك اختلاط أو تداخل بين ما هو مطلبي مدني وما هو حساسي سياسي متصل بالحساسيات الموجودة بين الطبقة السياسية التقليدية نفسها. ولكن الحكومة هل تظن أنها تتلقف إيجابيا هذه المطالب، ويعني أن الأعمال الأمنية هي لربما تخرج في سياقات فردية؟ يعني هناك معالجة أمنية من جانب، وهناك اجتماع لحكومة إقليم كردستان أمس، وقرر الحكومة مساندة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ب يعني نوع من المساعدات المالية حتى تكون هناك إسعافات أولية للأقسام الداخلية ولمساعدة الطلاب المحتاجين في الجامعات والمعاهد. نعم،
إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من السليمانية الناشط السياسي أبو بكر كارواني، شكرا جزيلا لك.